السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، الحوثي يكشف معلومات جديدة عن عملية تل أبيب ومسيرة يافا، وإلى التفاصيل. كشف قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي معلومات جديدة عن عملية استهداف تل أبيب، وكذا الطائرة المستخدمة في العملية الهجومية التي أطلق عليها اسم يافا، وهي التسمية العربية لتل أبيب. وقال الحوثي في كلمة متلفزة له اليوم الأحد حول العدوان الإسرائيلي على الحديدة، أعلنوا أن عملية استهداف تل أبيب هي تسجين للمرحلة الخامسة من التصعيد باستخدام سلاح جديد، وأن العملية كانت ناجحة. وقال إن دائرة يافا هي مسيرة متطورة ذات قدرة واضحة على المستوى التكتيكي والتقني، وذات مدى بعيد وقوة تدميرية جيدة تفوق أي طائرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم ترك اختيار اسم الطائرة الجديدة للمقاومة الفلسطينية، وهم من أطلقوا عليها يافا، مبينا أن وصول الطائرة يافا إلى مركز إداري أساسي لكيان العدو كان مزعجا له، ويعتبر معادلة جديدة ومرحلة جديدة، مشيرا إلى أن العملية أثارت القلق الإسرائيلي، وأن التهديد لم يكن متوقعا ولا مألوفا في الواقع الإسرائيلي من خارج فلسطين. وأكد أن عملية يافا شكلت ضربة معنوية كبيرة للاحتلال، وأثارت حالة من الهلع والقلق عمت أوساط كيان العدو في المدينة والحي المستهدف والقنصلية الأمريكية. وأضاف الحوثي أن حجم الضربة وتأثيرها وصداها كان واضحا ويفوق أي محاولات للتقليل من أهميتها وشأنها، مؤكدا أن الطائرة هي تصنيع يمني وأطلقتها قوة يمنية، وليست كما يسميها البعض بأنها صنعت في بلدان أخرى أو أطلقت من بلدان أخرى. وذكر الحوثي أن البعض لا يطبق الاعتراف بدور اليمن وفاعليته وقدرة الشعب اليمني وتأثير جيشه وقواته المسلحة لأسباب مرضية. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.